إسرائيل تعثر على كنوز مصرية في مياه البحر المتوسط. مقطع فيديو شهير روسيا اليوم وغيرها بثوا هذه المقاطع لغواصين إسرائيليين في البحر المتوسط لقوا ذهب تحت المياه في قاع البحر المتوسط. الذهب ده بيعود إلى فترات قديمة أثناء الدولة الفاطمية في مصر، عبارة عن قطع من الذهب الرقيقة لكنها قطع كتيرة جدا جدا. التفسير العلمي الأولي أنها سفينة مصرية كانت جايبة الذهب ده ومتجهة إلى مصر أيام الحاكم بأمر الله في ظل الدولة الفاطمية. الغواصين الإسرائيليين خدوا هذه الثروة أو هذا الكنز اللي هو في قاع البحر المتوسط وطلعوا بيه على إسرائيل. لهنا القصة انتهت، لكن عايزين نسأل أسئلة قانونية. هل دي تعتبر من ناحية القانونية حد لقى كنز وأخده، ولا دي آثار مصرية فينبغي استرداد هذه الآثار ونكلم اليونسكو ونكلم الهيئات الدولية لاسترجاع هذا الذهب وهذا الكنز باعتباره آثار، لأنه مش كنز مجهول الهوية لقيت حتة ذهب تحت الأرض، لا دي عملة مصرية جزء من الآثار المصرية تملكها الدولة الفاطمية كانت على سفينة مصرية متجهة إلى مصر. إذن هي واضحة المصدر والملكية وجزء من الآثار المصرية الغارقة. هل ينفع تكييف الأمر كذلك إنها آثار مصرية غارقة ينبغي استردادها؟ أرجو من القانونيين إذا كان ذلك ممكنا أن يلاحقوا إسرائيل.